حبيب الله. الله يا غالي فرحة الدنيا بميلادك، نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك، كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر بيها، رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق الحبيب المصطفى على العالمين سيدنا محمد ابن عبد الله. ما دمنا نسير على خطى الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ونتناول سيرته العطرة، أن نمر على بعض من معجزاته لنرى كيف كان يوقره ويجله الحيوان والطير والجماد أيضا. والله إني لأرتجف من فرط سعادتي حينما أتذكر قصة الجمل الساجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لأهل بيت من الأنصار جمل يستقوون عليه ويعاملونه بقسوة شديدة. قم أيها الجمل الضعيف، قم قم هيا. قم هيا قم، ابتعد ابتعد عني، ابتعد 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 عني، ابتعد عني أيها الجمل. ماذا بك يا رجل؟ الجمل، لقد هجم علي الجمل وكاد أن يقتلني. يقتلك؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ لا بد أن شيئا قد أخاف. تعال فلنذهب إليه ونرى. واستمر الحال هكذا كثيرا. إلى متى سنظل هكذا؟ لقد عطش الزرع وجف النخل. فلنعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد وأن الحل عنده. يا رسول الله، كان لي جمل أستقوي عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع وجف النخل. فقال رسول الله لصحابته: قوموا.
فتح رسول الله الباب على الجمل فوجده عند حائط فحاول الاقتراب. يا رسول الله، إنه أصبح كالكلب المسعور، وإني أخاف عليك إن اقتربت منه. طمأن رسول الله الأنصاري وقال: ليس علي منه بأس، ودخل مكان الجمل، فجاء إليه الجمل وخر ساجدا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح رسول الله على رأسه وأخذ بناصيته حتى هدأ الجمل. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! يسجد الجمل بين يدي رسول الله! الله أكبر! الله أكبر! والله إني أولى بالسجود لك يا رسول الله من ذلك الذي لا يعقل. فنهاهم رسول الله عن قول ذلك وقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر أبدا. وقد أمر رسول الله الأنصاري أن يعامل الحيوان برفق، ونهاه عن القسوة مع الحيوان، وقال له: أما تتقي الله في البهيمة التي ملكتها؟ إنه اشتكى لي أنك تجيعه وتضربه. خر الجمل ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ما من مخلوق على وجه الأرض إلا وعلم أنك نبي ورسول من عند رب العالمين، عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، يأمركم رسول الله بالإسراع في السير. أيها المسلمون، أيها المسلمون، يأمركم رسول الله بالإبطاء في السير. لديك تفسير لما يحدث؟ فقد أمرنا رسول الله بأن نسرع في السير، والآن يأمرنا بأن نبطئ في السير. إن رسول الله عطوف حنون على البعير والدواب، فقد أمرنا بالإسراع في السير حينما مررنا بأرض صحراء قاحلة، وأمرنا بالبطء في أرض خصبة كهذه رحمة بالحيوان والدواب كي يأكلوا من أعشاب الأرض. درس آخر يعلمنا إياه رسولنا الكريم في التعامل بإنسانية مع الكون، فقد زرع الله في قلبه عليه الصلاة والسلام الرحمة على الحيوان والطير والتعامل برفق ولين حتى مع الجماد. نعم، أما أعداء الله فلم يشعروا بلين أبدا، بل قست قلوبهم وكانوا يعاملون الحيوان بقسوة وعنف، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فكانت معاداتهم لرسول الله نتيجة طبيعية لقسوة القلب جعلتهم يحشدون له ولمحاربته. كان رسول الله يستند على جذع من النخل حين كان يخطب يوم الجمعة. ماذا بك؟ أفكر في أمر رسول الله، إنه يستند إلى الجذع أثناء الخطبة، وأشعر أن هذا فيه تعب له. وفيما تفكر؟ يا رسول الله، هل نصنع لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة وتسمع الناس خطبتك؟ وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على الفكرة وقال له: نعم.
ماذا تصنع يا زوجي العزيز؟ أصنع منبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فداك أبي وأمي يا رسول الله. وصنع الرجل منبرا خشبيا من 3 درجات يلقي رسول الله خطبته من فوقه، ولما انتهى الرجال من وضعه في موضعه أراد الرسول الكريم أن يقوم على المنبر ليخطب عليه، فلما مر رسول الله وجاوز جذع النخلة الذي كان يستند عليه خار الجذع حتى تصدع وانشق وكاد ينفلق. فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لما سمع الجزع يئن شوقا إليه، فاحتضنه وسكن الجذع. الآن وقد وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من السيرة العطرة، فلا بد أن نستعرض ما جاء فيها. ففي سيرته صلى الله عليه وسلم دروس وعبر لا بد أن نعيها لما فيها من هدى وصلاح للمسلم. لقد تعدوا على عرضنا وقتلوا أخانا، وجئنا ننشد القصاص يا رسول الله. نحن نستسلم ونقر بحكم محمد، فماذا هو فاعل معنا؟ لقد عفى رسول الله عنكم شريطة عدم اعتدائكم على المسلمين أو الغدر بهم، ويحق لكم ممارسة تجارتكم كما كنتم من قبل. وهل تقدر على قتل محمد وسط أتباعه في المدينة؟ سترى بعينيك ما أفعله.
يا محمد، ماذا أنت فاعل معي؟ أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنتك، فاذهب حيث شئت. أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك يا محمد رسول الله، وأنك على حق يا محمد، وأن حزب أبي سفيان هو حزب الشيطان. يا قوم، إن محمدا لهو رسول من عند الله بحق، أسلموا يا قوم واسمعوا لمحمد. يا حبيبي يا رسول الله، لم تشبع نفسي من سيرتك. وهكذا انتهى الجزء الثاني من سيرة النبي العطرة، وإلى الملتقى مع الجزء الثالث من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. رحقنا المختوب غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. رحقنا المختوب غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين، وعالصراط مادت ايدين، بنقول وراك مليون امين عالجنة ودينا. وصلت رسالتك يا نبي.